يعتبر التمساح واحد من الكائنات البرمائية التي تتمتع بقوة كبيرة جدا في الفك والأسنان الحادة، كما يقال أنه يتمتع بسرعة كبيرة جدا في الحركة في المياه، ولهذا فهو من خلال هذه المهارة يستطيع القضاء على مختلف الحيوانات المفترسة، كما تشاهد في مثل هذه المقاطع التي سوف نعرضها عليكم اليوم. لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، فهذا هو أكبر دعم تقدمه لنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. بالرغم من خطورة البواء في القضاء بسهولة على مختلف الكائنات الأخرى، إلا أنه في هذا المشهد كانت اللبؤة تقف في المياه، وهذا ما جعل التمساح أكثر قوة وسرعة. وفي هذا المشهد استخدم التمساح الفك القوي الخاص به حتى استطاع الهجوم على هذه اللبؤة في مشهد مخيف جدا، لكن لحسن الحظ أن اللبؤة استطاعت الهرب في اللحظة الأخيرة بعد أن تعرضت إلى العديد من الجروح في الرقبة. يقال أن سرعة التمساح على البر تصل إلى 17 كيلو متر في الساعة، ولهذا فهو لا يستطيع الهجوم على أي فريسة إلا في المياه، حيث تصل تقريبا 32 كيلو متر في الساعة. ومن خلال هذا المشهد يمكنك أن تدرك مدى السرعة التي يتمتع بها التمساح في المياه، حيث استطاع الهجوم على هذا الظبي في مشهد مخيف جدا. يعتمد التمساح على الاختفاء والتمويه في المياه حتى تقترب الفريسة من المياه لكي تستطيع الحصول على بعض من المياه، وفي هذا الوقت يتمكن التمساح من الهجوم على الفريسة في مشهد مخيف جدا، مثل ما حدث مع هذا الخنزير. بالرغم من أن الأسد هو ملك الغابة، إلا أنه في هذا المشهد استطاع التمساح أن يبث الخوف والفزع في قلب هذا الأسد عن طريق الخروج من المياه في مشهد مفاجئ ومفزع جدا، وهذا ما جعل الأسد يترك هذه الفريسة ويهرب على الفور. يعتبر الفهد واحد من أسرع القطط البرية حول العالم، حيث يقال أن سرعته تصل إلى 100 كيلو متر في الساعة، ولكن هنا استطاع التمساح التغلب عليه بعد أن خرج من المياه في مشهد مخيف جدا، وقام بخنق الفهد وإغراقه في المياه بطريقة مخيفة جدا حتى استطاع القضاء عليه. كانت تحاول هذه الغزالة في هذا المشهد القفز حتى تستطيع الخروج من المياه، ولكن استطاع هذا التمساح باستخدام الفك القوي القضاء عليها وخنقها في مشهد مدهش جدا. ما هو أكثر مشهد أصابك بالإعجاب اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، فهذا هو أكبر دعم تقدمه لنا. إلى اللقاء.